يفتح بهذه الكرة جول. إدريس يتقدم بتوحى الله، وقال ليس بعد. إدريس فتوحي سدد، الله ابو منصور. كابتن مناف، ادريس فتوحي للاهلي، انت عاد اشول وتعرف تقرا لنا هاللاعب كويس. والله ابو جود، انا تكلمت على اللاعب ده حقيقه في اكثر من مناسبه، في اكثر من حلقه، قلت من اللاعبين حقيقه اللي ما اخذوا حقيقه الانصاف في الموسم الماضي، رغم يعني في المستويات المتذبذبه اللي ظهر فيها حقيقه فريق الحزم، لكن حقيقه ضربه معلم بالنسبه للفريق الاهلاوي. يعني نتكلم الفتره الاخيره كان يتكلم الكابتن عمر السومه انه مستاء انه ما في استقطاب بعض اللاعبين اللي حقيقه ابرزوا الكابتن عمر السومه، لكن انك تجيب لاعب بامكانيات ادريس فتوحي، انا قلت حقيقه ادريس فتوحي من افضل اللاعبين الاجانب المتواجدين في الدوري السعودي الموسم الماضي، ما اخذ حقه حقيقه من الانصاف. حقيقه شكرا على يعني حقيقه المقتطفات الجميله اللي بتتقدم للكابتن ادريس فتوحي، لكن تذكر كلامي ان شاء الله اذا ربنا احيانا في الموسم القادم ادريس فتوحي حيكون من افضل اللاعبين. انت لما يكون عندك فريق متكامل وعندك فريق يخدمك برضه في نفس الوقت، اعتقد ادريس فتوحي حيكون من افضل اللاعبين ومن افضل صناع اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم. حقيقه ضربه معلم بالنسبه للفريق الاهلاوي، الفريق الاهلاوي في الفتره الماضيه ما كان عنده حقيقه صانع اللعب المميز. الكابتن ادريس من اللاعبين اللي عنده صناعه اللعب المميزه، الكوره الثابته المميزه، النظره البعيده، ومن اللاعبين اللي ممكن تلعبه في اكثر من خانه خلف راس الحرب اللي هو عمر السومه. وباذن الله اتذكر كلامي ابو جود، راح يكون له بصمه كبيره على الخريطه الاهلاويه. احنا حننتظر نشوف، احنا ايش ورانا في الموسم غير احنا نرجع لكلامكم، حنرجع الكلام مناف ابو شبير ان شاء الله. عندي عندنا فريق اعداد شغلته بس في الحياه زي كذا، يلقط كلام الضيوف ويرجع لهم. قول يا ابو نايف، ادريس فتوحي. شوف، انا اقول لك ادريس فتوحي ضربه معلم النادي الاهلي، بس طبعا نجاحه من عدم نجاحه يحدده اللاعب وطريقه اللعب في النادي الاهلي. وضح ان الان فلادان جالس يركب القطع في النادي الاهلي، احضر الان القيد، خذها من نادي الشباب اللي هو كان طرف يلعب في نادي ابها، الان خذ محور صربي جاي من بنفيكا، محور ارتكاز، الان فتوحي امامه يلعب بالجهه اليسار. فعلا زي ما قال ابو منصور، هو بيصير داعم كبير للسومه، لاعب رؤيته اكثر من رائعه، ممكن ما يرجلي كثير ولكن يخلي الكره تجري، يعني ممكن انه ينقل لك اللعب من حالة دفاعية للهجومية بتمريرة طويلة. عنده الحل في المراوغات، يعني ما هو اذا مسك الكرة ما عنده لا زملائه تجد انه والله لا يعني خليه يتورط، لا، الرجل عنده الحل وعنده المهارة وعنده رجل سم. وفي الفاولات صناعة اللعب كان من افضل اللاعبين في صناعة، حتى في تقييماته 27 معدل
معدته قيمه. اضافه الى ذلك الموسم اللي راح تقريبا لاعب 29 مباراه، يمكن ما في الا مباراه كان فيها احتياط بعد موجود فيها، معناها معدل حتى في عدم غياب له، وكان بارز في نادي الحزم، وانت عارف نادي الحزم ما كانت مستوياته ضعيفه. ولكن هل ادريس فتوحي طبعا اكيد بالتاكيد لاعب كبير في ظل الضغوطات اللي في نادي الاهلي، نادي جماهيري، نادي يبغى الفوز على طول، ما في راحه، مو زي الراحه اللي بتلاقيها في نادي الحزم ولا في اي نادي متوسط، لا بتلاقي نادي منافس روح الانديه التنافسيه هذه، هل يستطيع او لا يستطيع؟ على العموم النادي الاهلي الحين جالس خلينا نقول يفاجئنا بالصفقات. على فكره ترى اكثر من مره في التصويت حقكم انتم الضيوف والاعداد اخذ احسن لاعب واخذ هدف جميل. الجوله وبوجود لاعب مهاري ممتع جدا جدا، اذا استلم الكوره ما ودي يترك الكوره، هو انا بالنسبه لي الاشكاليه عندي اذا استلم الكوره لاعب 10 على 10، اذا فقد الكوره هنا تفقده لانه مو لاعب دفاعي. بس واضح انه زي ما قلت لك لما جاب المحور الارتكاز ويجي علي الاسمر معهم ويجي يوسف الحربي، واضح انه لو انت يا فتوحي وانت يا سومه لكم الواجبات الهجوميه وخلينا احنا للي وراء. يعني في لاعب اذا استلم فنان، في بعض اللاعبين ترى عارف يستلم الكوره ما ودك يخلي الكوره يا شيخ، وقفه الكوره واستلامها برجوله هذا اصلا مجرد تدري ان اللاعب هذا فنان ولا مو فنان. لما يستلمها سلمان الفرج الكوره تحس من اللاعب، بعكس لما اللاعب يستلم الكره تضرب فيه طح متر، كره تقليديه من الغنام لما يستلم الكره ما ودك تفلت الكره منه. ففي لاعبين لا متعه فيها. ماجد، اول شيء شكرا لفريق الاعداد، يعني دائما في لاعبين يكونون لاعبين كبار ونجوم غير عاديين، ونقول شكرا للعين الحزماويه اللي خلت لاعب مثل هذا اللاعبين من اللاعبين اللي يطل من خلال الدوري السعودي، وواضح انها عين متميزه جدا. شوف العريس الدائم للنادي الاهلي طبعا اخر 3-4 سنين كلنا نعرف دائما انه عمر السومه. في المباراه الاخيره للاهلي انقطع المويه والكهرباء عن عمر السومه ولم يستطع هز شباك مرمى النصر، وهو اللي تعود ان يهز شباك كل الفرق كبيرها وصغيرها. السبب انه رحل مثلا واحد زي عبد الفتاح عسيري عن الاهلي، ما فيه صانع لعب يعوض هذه الغيابات. لذلك اهني مؤمنه واهني ايضا الصديق العزيز ابو راكان طارق كيال انهم اختاروا هذا اللاعب. واليوم يا ابو جود لو نبي نجي نقول من هو افضل صانع لعب، خلنا نقول اجنبي في الدوري السعودي، 99.99% حيقول لك مرابط. وبالأرقام اللي طرحوها الشباب من خلال هذا التقرير كان منافس خطير في 2020 ومنافس شرس. لذلك نقول مبروك للأهلي هذه الصفقة، وزي ما قلنا للأهلي بأنك فقدت المنافسة وستفقد المنافسة في دوري أبطال آسيا لأنك لم تعد العدة، لم تحضر. اليوم جالسين نشوف صفقات نتمنى أن تكون انعكاس حقيقي لعودة قلعة الكؤوس لوضعها الطبيعي إن شاء الله بإذن الله. فاصل قصير بعده نعود.